مرحبا أصدقائي طلاب الصف الثالث، بنتابع في مادة الحياة في الكيسة. اليوم ضللنا آخر درس من الوحدة الأولى، طبعا يعني هن آخر درسين آخر عنوانين هلا رح ندرسهم. إذن لكلنا لنستخدمها بعناية، إذن لعناية كلنا لنستخدمها بعناية. شو قصدهم هون من العنوان؟ هلا بنشوف من الدرس. Hayat bilgisi dersinde öğretmenimiz okulda kullandığımız kaynakların neler olduğunu sordu. فإذا في درس الحياة bilgisi المعلمة سألتنا إنه شو هن المصادر اللي بنستخدمها، كاينكلار شو هن المصادر اللي بنستخدمها، شو يعني شو المصادر اللي بنستخدمها، شو مثلا كهرباء مي، هدول قصدها المعلمة بالمكينكلار، هيك قصدها المعلمة. طيب arkadaşlarım ve ben أصدقائي وأنا شو قلنا له؟ إلكتريك سو صابون جيبي بيك تشوك شيلاري سيرلادك، فإذا عدينا لها كتير للمعلمة مثل الكهرباء الماء الصابون، كتير شغلات عدينا لها. öğretmenimiz okulda kaynakları nasıl kullandığınız gözlem لميزي استدي، فإذا معلمة طلبت مننا gözlemek اللي هي مراقبة، إنه خلينا نراقب كيف عملتم استخدام المصادر في المدرسة. طيب yaptığımız gözlemlerde في المراقبة اللي عملناها gereksiz yanan lambalar şifna، لمبات شغالة من غير gereksiz ما إلها لازمة، تمام دون لزوم. açık unutulmuş musluklar، مسلوق يعني حنفية أو صنبور، لاحظنا أن وجود حنفيات مفتوحة. yerlere atılmış kalemler gördüğümüzü de çok üzüldük. ورأينا كمان أنه أقلام مرمية في الأرض، ونحن زعلنا كتير وقت شفنا هيك شغلات. öğretmenimiz شو قالت المعلمة؟ elektrik doğal gaz gibi kaynakların eksik liğinde ısınma ve aydınlanma da sorunlar yaşayabileceğini. فإذا ممكن وقت بصير في عنا نقص، إنه عم تخبرنا المعلمة إذا صار في عنا نقص بالكهرباء أو بالدوال غاز اللي هو الغاز الطبيعي، هيك مصادر هدول مصادر للطاقة هدول، إذا صار في عنا نقص فيهم تمام، فمعناته نحن ممكن يصير عنا مشاكل بالتدفئة وبالإضاءة. Su ve temizlik malzemelerinin tükenmesini durumunda da sağlık sorunlarını yaşayabileceğini anlattı. وفي حال خلصت المياه ومواد التنظيف فممكن نحن يصير في عندنا مشاكل صحية، يصير في عندنا مشاكل بالصحة لأن ما عاد في الواحد ينظف نفسه. طبعاً بيزدى kaynakların özenli kullanımı için sloganlar hazırlayıp okulda uygun yerlere astık. فنحن كطلاب وقت شفنا المعلمة عم تقول إنه هيك مصادر ممكن تخلص، مو إنه والله هي ما بتخلص أبداً، لا هيك مصادر للطاقة ممكن تخلص، فنحن كطلاب قمنا ب سلوغان اللي هو سلوغان اللي هي شعارات، عملنا شعارات وعلقناها في أماكن مختلفة من المدرسة. ayrıca ekipleri oluşturarak kaynakları özenli kullanımını kontrol etmeye karar verdik. وقررنا نكون نعمل فريق تمام لحتى يراقب استخدام الطلاب للمصادر هاي، يستخدموها بعناية. artık hepimiz kaynaklarımız daha dikkatli kullanıyorduk. فآخر شيء بعد ما قمنا بهاي الأعمال كلها صرنا كلياتنا عم نستخدم المصادر بشكل انتباه أكثر، صرنا عم ننتبه لاستخدامنا لهيك مصادر. هلا هون اتكنيك زمانه، هون بدنا نعمل إعلان لحتى نخلي الطلاب نرسم رسم طبعا إن يستخدموا المصادر الموجودة في المدرسة بشكل يوفروا فيها يعني تمام. طبعا هون عم يقولوا لنا okulda kullandığınız kaynakları verimli kullanılması için özgün önerileriniz nelerdir. فإذا شو ممكن انتم تقدموا، شو النصائح ممكن تقدموها لحتى
يتم استخدام المصادر في المدرسة بشكل تصرف له بشكل توفيري. فمثلا ممكن أنا أقول بتول أورانجيلين بليتش bilinç landirilmesi. Bazen nuay kullu tullab ve kaynakları yerli yerinde kullanmayanlara ceza verilmesi. Bazen nuay bilinçlendirmek nu'mul hamlat tavhiyye la tullab ve fehimhum enu hay masadir mumkin tintihi. Ve ve الاشخاص اللي ما بيقوموا باستخدام هاي المصادر بشكل توفيري ممكن نحن نكتب لهم جزاء، تمام؟ نعطيهم عقوبات. هلا هون العنوان هذا مسليمي سيتشيروم، اقوم باختياري عملي، مسلك عمل، تمام، او وظيفه، مسلك عمل او مهنه، مهنه فينا نسميها مهنه. سيتشيروم اختار، فاذا انا اختار مهنتي، انا اقوم باختيار المهنه اللي بدي اشتغلها. Tamam. Öğretmenimiz sevdiğimiz mesleği tanıtan bir gösteri yapmamızı istedi. Fazıl muallime talep et minnena انه نحن نعمل عرض gösteri عرض لا يعرفها للمعلمة عن المهنة اللي أنا بحبها. كل طالب بيحب مهنة مختلفة عن الآخر، فكل طالب رح يقدم مهنة، المهنة اللي بيحبها رح يعملها عرض ويعرضها قدام زملائه. بقرأ beni ve tüm arkadaşlarımı çok heyecanlandırdı. Bazen hek vazife kili rıfati ve ana tahammesine cidden. Çünkü hepimizin yetenekleri farklı olduğunu gibi ilgili duyduğumuz meslekler de farklıydı. Bazen mitil ma nihne anna kili vahid andu maharat muhtelife. Hatta mihne el bidna nihtara bidda tkun muhtelife. Ertesi gün fil yawmil ahar sınıfımız çok renkliydi. Saf kitir kan mulawan. Mert beyaz önlüğü ile doktor. Fazan Mert kancaya bir rob el önlük hada. Li huwa rob el bilbsu dakatra önlük. Fazan beyaz önlüğü ile doktor Mert kancaya. Zeynep kostümünü ile balerin. Fazan Zeynep kat labs libas raqsi bale. Ali üniforma giyerek itfaiye eri olmuştur. Fazan ve Ali libes libas el itfaiye. Er huve jundi, yani jundi mjunudul itfaiye, amili itfaiye. Diğer arkadaşlarımız da seçtikleri meslekleri sırasıyla tanıttı. Ve azdikail aharin keman vahid vahid. Fahamna mihne l-ihtara. Merak ettiğimiz sorularımızı arkadaşlarımıza sorduk. والأسئلة اللي نحن كنا جعبالنا نعرفها بخصوص هاي المهنة سألنا أصدقائنا. Hepimiz için çok öğretici hem de eğlenceliydi, eğlendiriciydi, eğlendirici bir gün olmuştur. فإذا كان يوم منه تعلمنا فيه بخصوص المهن وكمان كان يوم ممتع ومسلي. هلأ İnsanlar her ihtiyacını kendisini karşılayamaz. Fazan enna el insan la yastati' an yakum bi kull ihtiyajatu, onu yeder yemin kull ihtiyajatu, tamam? El insan la lahu ma biqdar yemin kull ihtiyajatu. Meslekler toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için vardır. Fazan el mihan leş fi mevcud el mihan, ليش كل واحد له مهنة مختلفة، لحتى تأمن احتياجات المجتمع، تطلب المجتمع احتياج لارينو كارسلامك، فإذا لحتى تقوم، فإذا المهن وجدت لحتى تأمن احتياجات المجتمع. مثال دكتور هاستالاري داوي اتمك يتشين، اورتمن ايتم يتشين. فإذا مثال الطبيب لأجل معالجة المرضى، المعلم من أجل التعليم، تشيفتشي الفلاح سبزة وميمة أورتمك يتشين من أجل يعمل يصنع ينتج الخضار والفواكه. شوفور ولاشوم سالمك يتشين واردر، والشوفير موجود لحتى يوصلنا. دكتورların olmadığı hayal edelim. فإذا خلينا نتخيل إنه ما في عنا دكاترة. böyle bir durumda hastalığımızda neler olabilir؟ فإذا ما كان في عنا دكاترة إحنا إذا مرضنا شو ممكن نسوي؟ شو ممكن يصير؟ تداوي olmamayız ve iyileşemezdik. Feza makine dırnanı dava vela dırnan tıp. Feza mesleklerden hangi birini
olmayışı hayatımızı olumsuz etkiler. Fakat أي نوع من أنواع المهن ما كانت موجودة في المجتمع فهي رح تأثر على حياتنا بشكل سلبي لأن نحن أكيد رح نحتاجها. Her meslek önemlidir. كل مهنة هي مهمة وفارقلي özelliklere sahiptir. وكل مهنة هي مهمة وإلى صفات خاصة فيها. Mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler de farklıdır. Fakat hatta المعلومات مختلفة. فإذا في كل مهنة إلى معلومات مختلفة، لكل مهنة في إلى معلومات مختلفة ومهارات مختلفة. يعني مو أي شخص ممكن يعملها، لازم يكون عنده معلومات عن هاي المهنة ومهارات بتخص هاي المهنة. Bu nedenle kendi ilgili yeteneklerimiz doğru tutsunda meslek seçmeliyiz. لهذا السبب نحن لازم نختار مهنة بتراعي يتنكريمز مهاراتي. تمام، بتراعي مهاراتي. يعني أنا مثلا إذا ما قادر، ما عندي قوة أو ما عندي عزم مثلا، أنا ما فيني اختار مهنة صعبة علي. تمام، فإذا كل واحد بيختار مهنة بتوافق قدراته ومهاراته واهتمامه. كمان لازم يكون عنده اهتمام بهذا المجال، إذا ما بيحبه وراح يشتغل فيها ما بيكون شخص ناجح. تمام، هذه هي. طيب etkinlik zamanı. هون النشاط. هون aşağıdaki görsellerde ve yani mesleklerin özelliklerini araştırarak altlarına yazınız. Fayza هون اعطيني صور بخصوص مجموعه من المهن، نحن راح نبحث عنهم ونشوف شو صفات كل مهنه. لاحظوا هذه المهنه هي عباره عن خباز. هذا شو بيشتغل؟ هذا اونلو معمولري يابار. فاذا بيشتغلوا أشياء مصنوعة من الطحين. إيش يلي صوت çok sıcaktır. أماكن عملهم كتير كتير حرارة بيكون فيها بسبب الفرن وغيره. هلأ هاي خياط ترزي. El emeğinin çok olduğu bir meslektir. فإذا هو عبارة عن مهنة بحاجة ل كتير كتير el emeği. فإذا باليد، عمل باليد. تمام؟ hayat bilgisi önemli. Hay muallime, insanlara bir şey öğretirler. Yuallimun el-atfal av-el-nas kutsal bir meslektir. Kutsal, kutsal yani mukaddes. Hiye ibara an mihne mukaddesi. Hane tabib esnan, insanların ağzı sağlığı için dişlerini kontrol ederler. Fezen yakumun bi muayinet fem. الناس من أجل سلامة الأسنان بعضاً dişleri çekerler. ممكن أحياناً يقوموا بقلع الأضرس. هيك بنكون خلصنا درسنا لليوم، وهلا في الدرس القادم رح ننتقل لهطرلمة زمانه. لازم نتذكر شو أخذنا في هاي الوحدة ونعمل نحل أسئلة الوحدة. أتمنى يكون الدرس واضح. أي سؤال فيكم تتواصلوا معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.